أنا أعتبر أن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقرر بأن مدح الرسول من السنة، داخل في إطار مفهوم السنة. عندما نقول ما هي السنة، هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، اللي هي الشمائل. لا بد نقول أو صفة، لأن يدخل فيها الشمائل المحمدية. لكن تقرير، ما معنى تقرير؟ تقرير عند علماء السنة المراد به ما فعل بحضرته وهو يراه وهو قائم موجود، أو فعل في عهده. هذا مسألة تتعلق بالأصوليين، ليس محل بحثها هنا، هل ما فعل بحضرته وهو حاضر، أو ما فعل بحضرته المراد به ما فعل بعهده. نعم. بالمدينة، يعني شيء يفعل في المدينة والنبي موجود صلى الله على وجه الأرض. نعم. لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم. هل يدخل في التقرير أو لا، هذه مسألة العلماء يبحثوها في الأصول. خلاصتها أن ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير بمعنى فعل بحضرته اعتبروا من السنة النبوية. وهؤلاء الصحابة الذين مدحوا، هو يسمع بل ويبتسم بل ويفرح بل ويثيبهم ويخلع عليهم بردته. هذا الذي أنشد بين يديه بانت سعاد في قلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. كعب لما أنشد هذه القصيدة، النبي أخذ البردة وخلعها عليه، وهي البردة الحقيقية، ليست البردة التي هي مشهورة الآن أمن تذكر جيران بذي سلم. هذه بردة منامية سميت بالبردة، وهي في الحقيقة البرأة، لأن صاحبها البصيري له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان أصيب بمرض ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يخلع عليه بردته، فأنشد هذه القصيدة، وهذه قصة طويلة عريضة. لكن البردة الحقيقية التي خلعها المصطفى صلى الله عليه وسلم على الشاعر حين مدحه، إنما هي بانت سعاد. فهذه بانت سعاد هي البردة. ما معنى أن النبي يأخذ بردته ويخلعها على هذا الشاعر؟ سرور بما فعله، فرح بما قاله. النبي سر بمدحه وسر بما قاله الشاعر، وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بمن يأتي بين يديه ويمدحه. هذا حسان بين يديه وهو صلى الله عليه وسلم داخل إلى مكة بقصيدته المشهورة التي يقول فيها: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. ثم يقول بعد ذلك في أبيات أخرى له: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء. أي مدح أعظم من هذا؟ وهذا هو صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى مكة ومراوحة بين يديه يصيح ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، أو كما قال. فالحاصل أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة والواقع يعتبر من السنن النبوية، لأنه صلى الله عليه وسلم سمعه وفرح به وأثاب عليه وأعطى برده وأناله ما أناله وأجازه بما أجازه به. فهذا دليل على أن الصحابة كانوا يمدحون المصطفى صلى الله عليه وسلم.